بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. موقعين من أهم مواقع توليد الصور بالذكاء الاصطناعي. أول موقع معانا وهو playground.com، بتقدر تستخدم الموقع ده في توليد 50 صورة يوميا. بعد كده لازم تدفع اشتراك لو هتزود عن 50 صورة يوميا. كل يوم ليك 50 صورة تقدر انك انت تستخدم الموقع، انك انت تعملهم بالفلاتر الموجودة داخل الموقع وبالامكانيات الموجودة داخل الموقع. لو جينا هنا دلوقتي دي الواجهة الرئيسية للموقع، حابين نبدأ في الدخول بتضغط على لوج ان لو انت عامل حساب، او جيت ستارتد فور فري لو مش عامل حساب. انا اختار الحساب عن طريق التسجيل الدخول عن طريق جوجل، هقول له كونتينيو ويز جوجل، هيبدا ان هو يقول لي توافق على الشروط واختار الحساب بتاعي اللي انا هسجل بيه زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، واقول له كونتينيو. كده خلاص سجلت دخول داخل الموقع. طبعا الواجهه اللي قدامنا دي بيشرح لنا فيها ازاي نقدر نستخدم الموقع، انا هقفلها بقى خلاص. هنيجي هنا على الجنب اليمين عندنا هنا البريسيتس. البريسيتس دي الحاجات اللي انا استخدمتها قبل كده او اللي انا بتعامل معاها داخل الموقع، بتقدر انك انت تحددها وبعد كده بتثبتها عندك عشان لو انت حابب انك انت تستخدم بعض الامكانيات الموجوده في الموقع وتثبتها عندك بحيث انك انت تستخدمها يوميا لو هتستخدم نفس الفلاتر. لو جينا بعد كده على الموديل، بتقدر انك انت تغير الموديل بتاع الصور من الاختيارات الثلاثه الموجودين هنا قدامنا. طيب بعد ما بنغيرهم ايه اللي بيتغير داخل الموقع؟ لو غيرناه كده مثلا بتيجي هنا على الفلترز زي ما احنا شايفين كده دلوقتي على ايدنا الشمال، بتلاقي هنا نن. لو ضغطت كده عليها هيجيب لك الفلاتر اللي هيستخدمها في صناعه الصور. كل ما بتغير الموديل بيجيب لك فلاتر اخرى غير اللي كانت موجوده زي ما احنا شايفين كده دلوقتي، بيغير الفلاتر. طبعا بعضها بيكون مقرر وبعضها بيكون جديد مش موجود مع كل موديل بتغيره. لو جينا بعد كده رحنا بقى على الدايمنشن، دي الابعاد اللي ممكن حضرتك تستخدمها في صناعه الصور. طبعا الابعاد بتاعت غلاف اليوتيوب مش موجود، لكن حضرتك تقدر تعمل الصوره وتبدا في التعديل عليها ببرنامج خارجي. السبيد زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي تقدر انك انت تقول له هاي كواليتي او فاست، زي ما احنا شايفين احنا واقفين على فاست في النسخه المجانيه، لكن النسخه المدفوعه بتقدر انك انت تستخدم الهاي كواليتي. وهنا نمبر اوف ايمج تقدر انك انت تختار عدد الصور. عدد الصور في النسخه المجانيه بيقف عند 4، يعني حضرتك تقدر كل مره تولد 4 صور. طب فين بقى عدد الصور اللي استخدمتها يوميا؟ لو جيت هنا على الشمال تاني هتلاقي تحت خالص كده جايب لك 0 من 50. انا لسه النهارده ما استخدمتش الموقع في ولا صوره، ما عملتش اي صوره، اقدر اعمل 50 صوره يوميا، كل مره اعمل 4 صور بنفس الوصف اللي انا عملته. هنيجي بعد كده على الفلترز، خلاص اتكلمنا عنها، نقدر ان احنا نغيرها من هنا كده دلوقتي. فلتر نيجي هنا كده نقول له مثلا عايزين الفلتر ده على الصور بتاعتنا. وبعد كده البرومت. البرومت هو الوصف اللي حضرتك تكتبه عشان يطلع لك الصوره. هتجيب الوصف منين؟ لازم طبعا الوصف يكون باللغه الانجليزيه. انا على طول بستعين بترجمه جوجل، بروح على ترجمه جوجل واكتب له مثلا اهرامات الجيزه تطل على النيل وقت الشروق والسماء صافيه. عايز بقى الاهرامات وهي على النيل وقت الشروق، وبعد كده اخد الوصف ده كوبي واروح تاني على الموقع بتاعنا واقول له بيست. وبعد كده اجي بقى هنا كده اقول له جنريت. هنا طبعا لو في حاجه بقى حضرتك حابب انك انت تستبعدها من الصور، برضو ممكن انك انت تقول له انا حابب ان انا استبعد القصه دي من الصور. يعني ايه تستبعد؟ يعني مثلا عايز تستبعد العصافير، فتيجي هنا مثلا تختار هنا تكتب له كده مثلا تقول انا مش عايز، هنا بيقول لك ديسكرايب الديتيلز، هنا تيجي هنا تقول له انا حابب ان انا استبعد مثلا العصافير من الصور بتاعتي، يعني مش عايز الصور بتاعتي فيها عصافير، مش عايز الصور بتاعتي فيها سحب، مش عايز الصور بتاعتي فيها سمك طالع من النيل. فاي حاجه حضرتك حابب انك انت تستبعدها بتكتبها له هنا دلوقتي عشان يستبعدها لك من الصور. وبعد كده بتيجي هنا كده تقول له جنريت. هنا طبعا لو حضرتك حابب انك انت ترفع له صوره عشان يعمل لك حاجه زيها، برضو تقدر انك انت ترفع له صوره عشان يعمل لك حاجه زيها. فهنا كده اقول له جنريت، هيبدا ان هو يعمل لي 4 صور زي ما اخترنا، النيل وهو بيطل على الاهرامات وهي بتطل على النيل وقت الشروق. وبعد كده هنبدا ان احنا نعمل تنزيل لهذه الصور، او واحده فيهم اللي هتختارها بقى حضرتك حابب انك انت تختارها، هيبدا ان هو يقول لك خيارات التنزيل، تختار اللي انت عايزه عشان تنزله. زي ما احنا شايفين فتح لنا 4 صور للاهرامات بتطل على النيل وقت الشروق، تبدا انك انت تغير كده ما بينهم. دي مثلا انا شايف ان هي افضل من اللي فاتت، ودي افضل منهم الاثنين، ودي برده كويسه، يعني انا شايف ان دي كده افضل. ممكن انك انت تعمل داونلود للاربعه لو انت حابب، او انك انت تعمل واحده بس ما فيش مشاكل خالص، كل صوره على حده. لو جينا هنا وقفنا على اي صوره فيهم هتلاقي في هنا علامه الداونلود، لو ضغطنا عليها هيبدا ان هو يعمل لنا داونلود ونقدر نفتح الصوره داخل الكمبيوتر عندنا. بدا هو برنامج فتح الصور ده كده، الصوره على الكمبيوتر عندي، اقدر بقى ان انا اعدل عليها، اكتب عليها، اعمل اللي انا عايزه فيها، او استخدمها في اي بقى من وسائل التواصل الاجتماعي.
ده كان الموقع الاول معانا اللي بيدينا 50 صوره. الموقع الثاني هو اي دايجرام. موقع اي دايجرام عدد لا مفتوح لا نهائي من الصور، تقدر انك تستخدمه براحتك خالص. زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي نقدر نسجل الدخول عن طريق جوجل او عن طريق ابل. انا هختار طبعا عن طريق جوجل، هقول له كونتينيو ويز جوجل، اضغط عليها، هيقول لي اختار الحساب، اختار الحساب اللي انا واقف عليه حاليا واقول له كونتينيو. بعد ما اخترت الحساب بتاعي زي ما احنا شايفين كده دلوقتي هيبدا ان هو يقول لي وافق على الشروط واعمل اسم ليك بقى داخل الموقع. هنا هقول له كونتينيو ووافق على الشروط، وبعد كده اختار اسم ليا داخل الموقع. لازم طبعا الاسم يكون باللغه الانجليزيه، اكتب له مثلا 4T44 وبعد كده كومبليت ريجستريشن. طبعا بكتب اي اسم لان طبعا انا مسجل في الموقع قبل كده. زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي حابين بقى ان احنا نبدا في استعراض الموقع، وحابين احنا في انشاء الصور. بتيجي هنا برضو تقول له انت عايز تعمل ايه، بعد ما تضغط عليها بيقول لك اختار الحجم اللي حضرتك عايزه. عايزه مثلا انستجرام، هو واقف دلوقتي على 1:1 يعني ده الحجم بتاع الانستجرام، 9:16 اللي هو فيسبوك، 16:9 ده كده غلاف اليوتيوب، اقدر استخدمه في عمل غلاف لليوتيوب. هنا طبعا بابليك وهنا برايفت، لو انت حابب انك انت تخلي الصوره بتاعتك برايفت بس ما حدش يشوفها تاني غيرك. هاجي هنا اقول له بقى انا عايز اعمل ايه، هختار برده نفس البرومت اللي كتبناه المره اللي فاتت. ممكن انك انت تخليه بقى فوتو او الستريشن او 3 دي ريندر، اقول له مثلا 3 دي وخليه الستريشن، او ممكن تسيبه فوتو. انا شايف ان الموقع ده في الفوتو ممتاز جدا، بيديك ايحاء ان الصوره حقيقيه. لو خليناه كده فوتو، نخليه فوتو ونشيل كلمه الستريشن من على الصوره، وبعد كده هنا نقول له جنريت. طبعا بياخد وقت شويه على ما يبدا ان هو يعمل اربع صور برده عشان يعرضهم على حضرتك. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي وصل ل 38% كده، خلاص وصل ل 9%. زي ما احنا شايفين الصور تقريبا بتديك ايحاء ان هي طبيعيه، يعني تقدر انك انت تلاقي يعني تحس ان الصوره متصوره بكاميرا مش معموله بالذكاء الاصطناعي. لو جينا كده على دي الصوره الاولى ودي الصوره الثانيه ودي الثالثه ودي الرابعه، زي ما احنا شايفين السماء صافيه والنيل والاهرامات بتطل على النيل. انا شايف طبعا الموقع ده افضل بكتير جدا من الموقع الاول، وخصوصا ان هو بيدينا مقاس غلاف اليوتيوب، وبدي ايحاء ان الصوره حقيقيه، الصوره متصوره بكاميرا مش معموله الستريشن. طب ازاي بنقدر ننزل اي صوره؟ بتيجي تقف على اي صوره فيهم، اي صوره كده احنا واقفين عليها بتقف على اي واحده فيهم، وبتيجي على الثلاث نقاط اللي جنب الاسم بتاعك تقف عليه، وبعد كده تقول له داونلود. بعد ما بتعمل داونلود بدا ان هو ينزلها، اقدر ان انا افتحها زي ما احنا شايفين فتحناها داخل الكمبيوتر بتاعنا. نقدر بقى نعدل عليها، نقدر ان احنا ناخدها على اي برنامج من برامج تعديل الصور ونكتب عليها اللي احنا عايزينه، نقدر ان احنا نستخدمها بقى في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. طبعا كل حاجه في المواقع دي بتعتمد على البرومت او الوصف اللي حضرتك بتكتبه، يعني الحاجه اللي حضرتك بتكتبها بتطلع لك داخل الموقع. جايب لك هنا طبعا الدايمنشن اللي هو 1270×720 وده مقاس الغلاف اليوتيوب بالظبط اللي هو 9:16، والموديل اللي هو اشتغل عليه. طبعا الموقع ده انا شايف ان هو افضل بكتير جدا جدا، تقدر حضرتك تستخدمه. لو الصوره بتاعتك كانت مميزه هتبص تلاقيها نزلت بقى معانا هنا كده دلوقتي، كل دي صور معموله بالذكاء الاصطناعي، ناس كتبت برومت معين وطلعت لهم الصور دي، فالموقع اختارها ان هي تكون من الصور الرئيسيه للموقع او الصور اللي بيعمل بيها دعايه لنفسه. زي ما احنا شايفين كلها صور مميزه. اتمنى شرح النهارده للموقع يكون افاده لحضرتك، وتقدر تستفيد من الموقعين اللي شرحناهم playground.com وايدياجرام AI في توليد الصور والاستفاده من هذه الصور. شكرا لحضراتكم، واشوفكم في شرح جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.